طيب اوكي، هلا احنا يعني هلا نيو سيشن، على الاقل بدل ما كان عامل فريز، ممكن احنا هلا اوكي، بس خليني استنى بالله انه الطلاب يردوا يرجعوا مره ثانيه. طيب خليني اعمل شير سكرين مرة ثانية. اوكي، اللي انا بدي احكيه مرة ثانية بالله، بس بدي اعمل انوتيت. السيجنال اللي بدي ابعثها هي عبارة عن 101، هاي احنا بنحكي عنها ديجيتال سيجنال. اوكي، وبنروح بنحولها ل الهارمونكس تبعتها بالساين ويف. اوكي، راح تكون شكلها نوعا ما راح تكون زي هيك. اوكي، هاي السيجنال بعد ما استخدمت انا الفيفث هارمونيك. اوكي، كفريكونسي دومين، كيف شكل الفريكونسي دومين؟ راح يكون عباره عن باند معينة بتخلص عند ال 5N 5N over 2. اوكي، طيب هذا هو الانفلوب. هلا انا شو بروح بساوي بهذا الانفلوب؟ بعمل له موديوليشن. شو يعني اعمل له موديوليشن؟ بروح بضربه، خلينا نحكي ملتيبلاي باي مثلا اف F0 F0. اوكي، فريكونسي معينه بدي احمل عليه. هاي ايش بتكون؟ ساين ويف بدها تمر خلال هذا الانفلوب. فكيف بصير شكل السيجنال؟ خليني احاول ارسمها. هاي راح يصير في عندي هاي سيجنال لو هاي. اوكي، وبعدين في عندي انا هون عكسها تماما لانها هي الانفلوب تبعها. اوكي، هلا هاي السيجنال هي نفسها هاي، وهاي هي نفسها هاي، بس الانعكاس تبعها. اوكي، بعد ما ضربتها باف 0 راح يصير في عندي انا سيجنال ثانيه الفريكونسي تبعتها. خليني احاول ارسم زي هيك. هي اف 0. اوكي، وهلا برسم لكم اياها بالفريكونسي دومين، بس خليني اغير الكلر لمثلا جرين. هلا هاي السيجنال اللي بالجرين هي عبارة عن السيجنال اللي الفريكونسي تبعتها F0 بس، يعني عبارة عن ساين ويف ما فيها لا موديوليشن ولا شيء. الموديوليشن هو صاير على الانفلوب اللي انا عم برسل عليه، اللي هو معمول بالفيفث هارمونيك تبع السيجنال اللي هي 101. اوكي، طيب هاي السيجنال هلا اللي بالاخضر كيف شكلها؟ السيجنال اللي بالاخضر لحالها بس، يعني بدون ما انا اعملها موديليشن، هي عباره عن السنتر فريكونسي عند الاف 0. هون انا عندي بتكون، خليني ارسم اف 0. اوكي، طيب هاي السيجنال اللي بالاخضر. اوكي، بس شو الباندويث اللي انا استخدمتها حوالين الاف 0؟ هي عباره عن هاي ال 5 ان اوفر 2 من اليمين ومن الشمال، فراح تكون زي هيك. راح يكون هون عندي انا عن اليمين راح تكون عباره عن الفريكونسي الماكسيموم تبعي، راح يكون هو عباره عن اف نوت زائد 5 ان اوفر 2، ومن الشمال راح تكون الفريكونسي عباره عن اف نوت ناقص 5N over 2. اوكي، هاي السيجنال هاي بنسميها احنا بيس باند. خليني ارسم لكم اياها هيك. نسميها
ساوند، وهاي بنسميها باند باس. باند باس سيجنال. اوكي طيب، هلا انا بعدني كل هذا الحكي بس طلعت من عند الترانزميتر، الريسيفر بيعمل العكس. الريسيفر شو بيساوي؟ الريسيفر بيجي بيقول لك اوكي انا وصلتني هاي السيجنال، بعمل لها فلتره، بعملها باند باس فلتر. الباند باس فلتر شو بروح يساوي؟ خليني بس ارسم هون بالاحمر الباند باس فلتر. هذا الترانزميتر سايد، هلا هذا الريسيفر سايد بروح بعمل باند باس فلتر، بفلتر الباند اللي احنا متفقين ان نرسل عليها مثلا اراوند اف 0، وبتتحول السيجنال ل بيس باند مره ثانيه. اوكي، لما تتحول لبيس باند معناته كيف راح يصير شكلها؟ زي هيك. بس يصير شكلها زي هيك، بروح بتطلع على هاي السيجنال بحكي لك اوكي اي منطقه هاي انا بعتبرها 1، فبتطلع وين في هاي، بعمل سامبلينج، واي منطقه لو بعتبرها 0. اوكي، فبالاخير شو بيطلع عنده كريسيفر؟ بيطلع عنده 101. فهيك انت بتكون ارسلتها 101 من الترانسميتر، وعند الريسيفر لما حللها لقى انها هي هاي لو هاي، معناته 101 انتهى الموضوع. اوكي، فعرفتوا فكره البيس باند عن الباند باس؟ يعني هاي الباند باس هي عباره عن الموديليشن تبع البيس باند، بمعنى انه انا ضاربها بفريكوانسي معينه، هي ملتبلاي باي اف 0، بس ضربتها فيها، حملت الباند كلها، حملتها وحطيتها عند فريكوانسي معينه، السنتر تبعها هي اف 0 او اف نوت، وعلى اطرافها يعني كميه انا قديش ببعد عن اف نوت هو مقدار هاي البيس باند اللي هي 5 ان اوفر 2 من اليمين طبعا ومن الشمال. وصلت الفكره يا شباب؟ تمام الامور؟ دكتور تمام. بس بدي اياكم تميزوا انه هاي السيجنال عندي صح مكونه من ساين ويف، بس مش هي انا اللي انا ببعثها على الانتنة، مش هي اللي انا ببعثها على الشانل مباشره، لا هاي بس لسه الانفلوب، هاي بس الاطار العام. جوا الاطار العام اكيد بستخدم فريكونسي اعلى مشان انا تصير هاي الفريكونسي اللي بالاخضر تمشي زي هيك وتطلع عندي انا السيجنال، بدل ما هي ملزقه بالصفر تروح تنرسل على اف نوت. هلا لو في يوزر ثاني بده يبعث على فريكوانسي اخرى، ما بنضرب باف نوت، بنضرب مثلا باف 1، ونفس العمليه بتصير، بس اللهم انه هاي الفريكوانسي اللي انا استخدمتها ما بتكونش بهاي، مثلا نفترض انه اف 1 اسرع بكثير من اف 0. اوكي، فشو بصير عندي؟ دقيقه بس، لا نفس السيجنال راح ارسمها بالأورنج، وأنا ضربتها بإف 1 والفريكوانسي تبعت إف 1 أعلى كثير. لاحظوا كيف شكل الفريكوانسي بيكون كثير أعلى من السابقة، بس أنا عم بحمل نفس الداتا 101، بس أنا عم برسلها على فريكوانسي أعلى من الأخضر. الفريكوانسي اللي قبل شوي كنت أرسل عليها هي إف نوت، أنا عم برسل هلا على إف 0 على إف 1. أوكي، إف 1 الفريكوانسي تبعتها أعلى، فبالتالي نفس الباند راح تلاقوها مثلا. هلا برسم لكم الفريكونسي دومين تبعها كيف شكله. اوكي، هاي فريكونسي عالي كثير او اعلى على الاقل من اف نوت. انا هلا هون بدي امحي هذا. اوكي، انا اي ديد نوت ملتبلاي باي اف نوت، انا اي ملتبلاي باي اف 1 مثلا، وF1 أعلى من F2 من F نوت عفوا. فكيف شكلها على الفريكونسي دومين راح يكون؟ هاي السيجنال اللي لونها أورنج راح يكون عبارة عن F1، وF1 محاوطة بباندويث مقدارها 5N over 2 على اليمين 5N over 2 على الشمال من F1. هلا لنفترض انه اف 0 هون جايه. اوكي،
السيجنال اللي بالاكزامبل اللي قبل شوي لما رسمناها بالاخضر سيجنال كانت. انا بكون عم ببعث نفس الداتا 101 مره على اف 1 مره على اف نوت، بس اللهم انا غيرت بالفريكوانسي اللي ضربت فيها، ف نفس الباندويث استخدمتها بس مره ضربتها باف 0 فانبعثت هون كانت بالاخضر، ومره هون بعثتها كانت بالاورنج زي هيك. اوكي، فهاي السيجنال اللي هون موجوده هي عباره عن الباندويث تبعتها زي هيك شكلها. اوكي، والسيجنال بالاكزامبل الماضي الباندويث تبعتها بتكون هيك شكلها. خليني اكتب هون البريفيوس اكزامبل. With if not. لما عملت multiply مع if not. اوكي، وضحت فكرة الموديريشن كيف انا نفس السيجنال 101 مرة ببعثها على frequency مرة ببعثها على frequency ثانية وما بصير بيناتهم انترفيرنس. ليش؟ لانه السنتر frequency تبعتهم ما في تقاطع بالباندويث. اوكي، لو في تقاطع بالباندويث بصير في عندي انترفيرنس، بس انا ايش بعدت الباندويث هون، يعني خليت انه if not بعيد عن if one بحيث انه ما يصير في تقاطع بالباندويث. اوكي، يعني الطرف الاعلى للاف نوت للباند تبعتها هو اقل من الطرف الادنى للاف 1 الباندويث حوالين الاف 1. اوكي، فالامور عندي تمام، وهيك انا صرت اقدر اخدم اكثر من يوزر. يوزر بخليه يرسل على اف 0، يوزر بخليه يرسل على اف 1، يوزر بخليه يرسل على اف 2 وهكذا، بحيث انه ما يصيرش في بيناتهم انترفيرنس وكل واحد يبعث الداتا تبعته. بدهم يبعثوا نفس الداتا، بدهم يبعثوا داتا مختلفه، اي دونت كير. انا المهم عندي الباند اللي انت بدك تاخذها والسنتر فريكوانسي مختلفات. ممكن نفس الباند تستخدم نفس الباند عادي بس السنتر فريكوانسي مختلفه. وصلت الفكره يا شباب؟ وصلت. اه دكتور. طيب انا لما ضربت بالاورنج سيجنال هاي شو سويت؟ شو اسم العمليه بس؟ اني اضرب بفريكوانسي اف 1 او اف نوت او اضرب بفريكوانسي. هاي اسمها موديليشن. اوكي، الفلتره لما اروح اعمل انا باند باس فلتر بحيث انه انا مشان اعرف الباند اللي تابعه الي زي هيك، مثلا انا عملت باند باس على حوالين الاف 1، هاي شو بنسميها؟ بنسميها دي موديليشن، لانه راح ترجع السيجنال عندي على البيس باند زي هيك، وهذا احنا بنسميه دي موديليشن لانه شكل السيجنال بالتايم دومين راح يكون زي هيك. هذا بنسميه ديموديليشن، كاني انا بس قمت الكارير اللي هو هذا اللي بنسميه احنا كارير او موديليشن كارير، شلته من السيجنال لانه انا بدي افلترها اعرف انا هي 101 ولا شو قصتها، فصارت عندي زي هيك، هاي ديموديليتد سيجنال، بس عملت لها ديموديليشن بعمل سامبلينج وبعرف وين الزيرو وين ال1 بناء على اللو والهاي او حسب الديكودنج اللي انا بشتغل عليه. اوكي؟ طيب قديش الساعة؟ اوكي احنا اولموست خلصنا. اذا في حد عنده سؤال يسالني بالايميل او يبعث لي اي شيء، اي معلومة مش فاهمها، بنصحكم تحضروا هذول المحاضرات مرة ومرتين وثلاثة، واذا ما فهمتوهم ارجعوا للكتاب، ارجعوا لاي مصدر للمعلومة، ما عندي مشكلة. اذا برضو ما فهمتوا ردوا اسالوني. اوكي؟ الدكتور تفضل. بس انت حكيت المحاضرة الماضية انه الاحد الجاي في كويز بشابتر 3، بس احنا لسه ما خلصنا. لا لحد ما بنقطع، انا قلت يعني لحد ما بنقطع بشابتر 3 بيكون مطلوب، يعني احنا هلا قد ما بنقطع بشابتر 3 بيكون مطلوب، يعني مش راح اطلب منك شغله انا لسه ما اعطيتك اياها. عرفت كيف؟ تمام دكتور. بس كمان بالنسبه لعلامات الكويز الاول كمان ما نزلت مباشره او ما طلعت. مش مشكلة، بشوفها إن شاء الله بعملها بوست إن شاء الله على الإيليرنينج، بس خليني أشوف التي اي إذا بيقدر إنه يعمل لي يقسم العلامات ويسوي الأشياء الهاي على الإيليرنينج. مش قضية يعني، بس إن شاء الله قبل يوم الأحد الجاي بيكون عندكم العلامات، يعني لا يعني مش أكيد قبل الأحد أو قبل الويك إند إن شاء الله بتكون عندكم العلامات. تمام دكتور، شكرا لك. طيب في حد عنده سؤال على المادة اللي سؤال؟ تفضلي. هلا هذا كله اللي احنا سويناه هلا بصير بالفيزيكال لاير ولا بالترانسميشن ميديوم بالضبط؟ وين بصير؟
بصير بالفيزيكال لاير، بصير جوا الديفايس تبعك انت. الديفايس مثلا خلينا نحكي التليفون فيه ديجيتال تو انالوج كونفرتر، اوكي؟ هاي انت عندك الديجيتال سيجنال، الديجيتال تو انالوج كونفرتر فعليا هو راح يحدد لك الانفلوب هذا، اوكي؟ وبعدين راح يعمل موديوليشن، اوكي؟ او يعني هو المودم تبعك راح يعمل موديوليشن جوا الديفايس تبعك، بعدين هاي السيجنال نفسها اللي بالاورنج راح تنبعث للانتنا، يعني راح تروح للانتنا. خليني ارسم بس الانتنا، اوكي؟ هلا هذا الانتنا، هذا السيمبل تبعه عاده بصير يعمل هاي الذبذبات اللي اجته بالاورنج. طبعا هو الانتنا ما بشوف هذا اللي بالبينك، اوكي؟ هو بس بشوف اللي بالاورنج لانه هاي هي سيجنال الموديليتد، اوكي؟ بصير يعمل لها ارسال، اوكي؟ هاي السيجنال اللي بالاورنج هي اللي بصير في لها ارسال عن طريق الانتنا. هلا الانتنا عند الريسيفر برضه نفس الشيء، بيستقبل هاي السيجنال وبيستقبل سيجنالز اخرى، ولكن هو ايش بده يروح يسوي؟ في عنده باند باس فلتر، والباند باس فلتر بيروح بيخليها بيعمل دي موديليشن من خلال دي موديليتر موجود برضه فيزيكلي على عند الريسيفر. فهو كلياته هذا فيزيكال لاير، كله يعني انت الفيزيكال لاير مش بس الشانل بيني وبين الريسيفر، الفيزيكال لاير اي شيء بعد ما انت تعمل انكودينج للداتا تبعتك زي هيك تسويها ديجيتال انكودينج، اوكي؟ هذا انعمل، هذا ديجيتال انكودينج اللي هون انعمل بالداتا لينك، اوكي؟ هلا بعد ما انعمل بالداتا لينك انت بتروح بتسوي لي الموديوليشن والدي موديوليشن. حتى جزء من الانكودينج ان انت تعمل 0 1 شو قيمه الزيرو بالضبط بالفولتج وشو قيمه ال1 بالفولتج، انت بدك تستخدم مانشستر انكودينج او سبيسيفيك انكودينج، هذا كله بنعمل بالفيزيكال لاير، كل اللي عم نحكي فيه فيزيكال لاير. عرفتي علي؟ يعني انت الداتا لينك لاير يعني ما بيسويش شيء، بس بنظم الاكسس، يعني بشوف بسمع للشانل انه والله افيلبل ولا مش افيلبل، اذا افيلبل برسل ما برسل، بس يعني هيك بيعطيك، خلينا نحكي سوفت ديسيجن، يعني ما في عندك شيء ملموس على ارض الواقع، ما في عندك تاثير على البطاريه اللي عم بستهلك منها. بينما الفيزيكال لاير لا، قاعد عم بيستخدم الديجيتال سيجنال، بحولها للانفلوب، بروح بعمل لها موديليشن، برسلها على الانتنا، هذا كلياته الفيزيكال لاير. طبعا هو هي هاي السب لحظيه، يعني ما بتاخذ اي ديلي لانه ما في عندي بروسيسنج بالمره. الفيزيكال لاير هو لاير سريع جدا لانه الامور كلها عباره عن ستريم، يعني السيجنال بتمشي ستريم، يعني ما في عندي انا بروسيسنج معين انه والله هاي ديجيتال ولا انالوج ولا انا بهاي 1 ولا 0، هذا الامور كلياتها بتصير عند الريسيفر وما بتاخذ وقت لانه انت بتعمل سامبل يس نو، سامبل يس نو، عادي اذا في ايرور باليس والنو اللي انا حطيتك اياهم مثلا هذا 0 او 1، جيت انا قلت لك يس هذا 0 مثلا، الفيزيكال لاير قال لك انا السيجنال اللي عندي 001 ماشي، علما بانها هي 101. هلا هذا خطا صار، الفيزيكال لاير ما لهش دخل بالخطا ولا حتى بيشيك على الخطا، هو بيقول لك انا وصلني 001. مين اللي بيجي بيقول لك انت السيجنال اللي وصلتك غلط؟ الداتا لينك لاير بيجي بتشيك، بيعمل سايكليك ريدندنس تشيك اللي هو سي ار سي، بيقول لك والله انا البيتس اللي انت واصلتني فيها خطا لانه انا السي ار سي مثلا التشيك سم طلع عندي غلط. فانت هذا الشيء بنسويه على الداتا لينك لاير والابل لاير. بس احنا هلا بالنسبه لي كفيزيكال لاير انا مطلوب مني ابعث سيجنال واستقبلها، هل هي غلط ولا صح ما لي دخل. عرفتي كيف؟ تمام دكتور. فكل اللي حكينا هو عباره عن ديجيتال، عفوا اللي حكينا عباره عن فيزيكال. طيب يعطيكم العافيه وان شاء الله بنشوفكم الاحد الجاي. الكويز راح يكون زي ما حكيت لكم على الساعه 12 ونص وراح يكون بسيط بالشابتر 3 يعني. يعطيكم العافية.